عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عيدنا أحسن، عيدنا أحسن. كل عام وأنتم بالخير. وحال هل كان أسبوعي مع لي إلى نودي بالدقنو حفلة عيد الأضحى. سأدرت يد وحان جعله إلى هل كان عمري ومدره دمان أمد المسلمين ملك سعيد جوغان. غارهان سوماليدا وحان لي هاي مرة بعد عيدنا أحسن. مانتو أي تاريخ تهي لحية لواتنك سبتمبر لوضكون يشري طبنكا حفلة عيد الأضحى وهي كدا عيسى سكول كبانغاتا. وحان جعلها هنا الحفلة كسو دبويو أودياشا حوينكا دانيالدا مارتيدا بهذا صحافة أو نلجو وريه نقالي سبولة كاميرا مان كادو يوسف جعيلو سوى كلو حسود وين يا عرورتا لما انت ينكسو دوادا حفلة عيد الأضحى. سيدة عبد الله سعطان سنة كان حجي بدن باكو بمتاي حاجكا وحان إلهي أغبر ينا إن جنة الفردوس وإلهي قيد مانتون انت كدا وعطينا الله عافيه بدك اي كتجين اللي ده وده يقرب وده السمر يمان الله كسيه وحان كده قلنا برنامج كنا مركب برنامج كنا قيمت كوات وحان كفرن دونا ايضا القران الكريم ك ما دام عن امه مسلم وحان لو اقرن دونا عبد الله هنا لي وحيد اسمعي شو هاي تيل بورس يست ويلكم من تيل ايد فيري ايد بتير ايد ار ات ارا سكول وده بتير او فيرا دي ار ات مسلم اسكو هاي تيل وي هار ايد تو غان ريلوبت رات اور بل فاست ار ات ات رمضان فات ات رمضان وده الاندر هتر ايد الاضحى وده ايضاً بفير الإيدار قرن فير الإيد يو ده فاشت بيور على بدرات المسكين أو بير صلاة بارتر سوى بيسمن لفاميليا رست نبداغن بيسبيس القومات مية بسوك تلباراندرا بانا فور قطري قابر أليس كفارة فنويت وقلا دنداغن بويت بورس بروجرام كوفرت لوارا مي بسومالي سكيدا من بيس كان اوس اوش تليت بسومالي اندر فايس سو هوب وي ار ذير لارا ليت سومالي اوس اندر فايس بيس كان ابنا بورس بروجرام قران عبد الله نالي كفرو وعنده المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله. هذا صحيح هذا ليس على مدى الله سبحانه وتعالى قفل إلى ماشي وكل سوني هاي في حال يسوي هاي أنت وإله سبحانه وتعالى وأوجه هاي إله سبحانه وتعالى هذا خبشي هاي إن أوح ولا على ما حد يتعطى أن ترسل هذا بوجه بياها يبطل عيان كوح ولي بإله سبحانه وتعالى حواشي وكبر هذا إله سبحانه وتعالى وأمتي هبين في مركز عن سيحانه
نفضي لحلك يتغان غفر قماله ليش يكسور الأبطان غفر قماله وان صحيحني الله سبحانه وتعالى قال موقع أصلا يهودي الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله صحيح وحمد ما أنت وحمد ذلك صحيح 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 إلى إلهي مبادي نوحي أن حق ويك من الجنة روحوا فقل لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عيني سبحانه فقل ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقل لله سبحانه وتعالى كأب صلاة إله سبحانه وتعالى يرزق يسر وفسه إلى صفه مرحوا عن صفره من غيرهم عن جميع عصي إله صفره قضيها عركة جلتها قادوك جلتها قادوك جلتها قادوك جلتها قادوك جلتها حاولنا سنة فعش إلى سبحانه وتعالى هذا لو حارب أنا بسول ويه حاج محمود أو كان دورا مهمدة إلا هاي أسيق أسول كريم دورا إلا مطغانا بساب سن وعي كريم بسول ويه بسول ويه حاج محمود بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ونعكسن. السلام يا دمان أمة الإسلام كائن كل جود. أمة الإسلام كائن كل دون ك. garaa Soomaalida beer joogaa dalka iyo dibadiisa waxa taasoo diraya dadkii xajka ku leeyahay islaamka ay xajeeyay ilaahay jamiir rahmaakeeyo dadkii dhaawacmaan allah ha caafiyo waxaan halka ka soo jeedinayaa hambalyo saddex hambalyo oo kala duwan hambalyada koowaad waxa weeye hambalyo ciidda adxada dadka islaamka dhammaan waxaan hambalyeynayaa islaamka guudaan waxaan hambalyeynayaa dhammaan waxaan u hambalyeynayaa dadka islaamka oo goobtaan fadhiya waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda wanaagsan ciidda adxa oo maanta maalin saddexaada waxaan kaloo hambalyeynayaa xisbiga aan dooranay ka shaqaalaha ee guulaystay madaxda xisbiga oo guulaysatay innaga oo golaha deegaanka galnay oo guulaysanay waxaan leeyahay hambali waxaan kaloo u hambalyeynayaa aan hambalyo leeyahay jaaliyadda soomaalida oo guudo oo iyaduna hana qaaday oo guulaysatay oo shrayadeeda heshay oo jaaliya dhisan oo sharci ah oo magaca leh oo qiimo leh ah iyadana waxaan leeyahay hambali intaa kadib diraayidmo waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo yaryar labada qodob waxa weeye midnimo iyo horumar nolosha bini aadanka waa labada tiir ugu waaweyn uguna muhiimsan su-aashu waxay tahay marka see lagu helaa midnimo seese lagu helaa horumar waa su-aal horumar iyo midnimo waxaa lagu helaa dadku markay ogaadaan wixii loo abuuray horta maxaa loo abuuray dadka bini aadan maxaa loo abuuray bini aadan waxaa loo abuuray laba qodob waxa kale oo dhan labada qodob bay soo hoskare labada qodobkan koowaad waxa weeye ilaahay wuxuu u abuuray bini aadanka jinnigiisiga inay caabudaan
مركور يسقينا وغضب كل ما دينا لك وحلو أبوري أرلا إني خليف من نقدان وعمران ومامران وغضب كل ما هذه الشهر ولما دين نوح هذا الشهر تعاد وهذا الشهر كان غضب كهوري وآه إلهي إلا عابدوك وهو أبوري بن آدم غضب كل ما وآد مهم وآه لماذا قضب؟ حدي لماذا قضب فهمتو؟ وقالتو إلا هو أبوري إلا تربي عابدو جندة تنة مسؤولية الأرض كلها مركا واحد فهم يسابع من نبضة يهر مركا مركا إلهي عابدو وحاد هريسا إني دين تكملت هاي من نبض إني قضب وين تهاي إني واجبات كملت هاي تفرار وإيا كرم تنقنا إني دين تغطى ودم بتهاي مركا أدوغاتو إن أبورت اللبوء أبوري أي كتشر تلو كملت قضب قلوات بيهاي خليف دنيدا خليف كذا إنا تهاي هور مربط قرن إسا مركا هور مركي ما تفهم إسا مركا هور مركا إيا تفهم إسا قوك يا وحي سيطابنا يا وحوي قف كستا وانتو نشي دنيا قصو بيري حل با كسار دنيا لابد تيرو لو اور ميد كود حداد غران ويدو ان حل كسار هي دنت غود دنت ما هو كلي حل كاغو غوريغا يا عرورتا واجب كاي مكا وائل وحي لغو اور وحوي إنا أخذ ما يسو دردة كران كاك إنتا قيبتا دينتا هذيك الواقع كبتر قضب لو قضب كده قضب اللي هو أورو نبا كبتر وحوهي خدمة وحالقولة يهي خدمة إنا قيب إنا كيخ على طب هرمر كأدونك وحقبت كأدونك marka ayaa horumar ku imaanaya horumar in la gaaro marka ayaa gaaro ummadii fahantay in loo abuuray abuurtada ay ka mid tahay dunidaan inay amirto oo khaliifka noqoto waxay fahmaysaa in horumar la sameeyo hadii kale oo aan qodobka fahmin barse waxa noqonaysa wax in isaga la caawiyo oo isaga wax la taro oo gacanta u horsanaato oo miskiin ah kaliya إن أذو آذنا المحتر طبع مأوي وإن لما نقضل كافتا كامي وهم وسع لامك إنك جاريد بن مهاي جاريد إلا إلا أبا نوع مدسو إلا شرعي هشو إلا إساطور تشتور فحكم من سنة كل مبيا إلا إمتلا تشو وآياتي يا رب I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.
لكن دمت هذا الجارك هاي وشريد هذا يدنا هذا بقول كي حل وفقهم وعيرة تعرفها هذه شريد إنه كان سينو وحبي هو كم كريسة وحبي نروح تاي كريسة تيردو هيو بعنت الملك وشقيش غوري بيو بعنت حفيز بيو بعنت حفيز كي قلت لك بيو بعنت قول حفيز كلا دمر كوشة قيسان ودنا دمر غيبة دمر كاوي وبعانتا حفيز للي يرد كوشة قيسان وبعانتا ميل لبوش رأي وبعانتا قولها وحبها هي كيرو إنا كريسين الله دولادة مركة شالي يدى مدلبة يهي دولادة اللي ويدي سنة يهي يهي الله أصدراله فهم كان نبوي هنا يوحى كنتا اللي العقم ليدي أتاتي على المايا الله أخبر بي وهي برسك واحد هاي دي وقعنا ورصنا قعنا ورصنا هذي دي لما تشعر وحى الوبر يوالينا هاي العقم بانولينا هاي عددك وسكوه ويا لغاها هي قعمها هي المسكحة للجارية دي وعنقارة هاتي دقارة ويدو مش خيالي عندنا حمق مكارش ما أنت وكل حفلة دان ديقانا إنو ما هاي دقين لغا أورو ويدو وحي هاي العقم تخصنا دي كتشلو الجارية دي ولها بحي كين لغو بحي برس هذا أريني إنه كنت معه، وبويس جاريد كم ذا دبات كنت عاله، وحامل بان هاي لوي، لوي بدك كم كبرونا، ماي، وين لو على كوتا لا تكبش، وأكتي إن هذا ضد إيماني أفريقيا السوق هذه، نيك حاس كيس السوق هذا نيا، كي عروف كيس السوق هذا نيا، كودي نيك يدي دوران نيسا، لعب من نقطة. شاق فتاة سواق هذا يصير تضاكم لا تضاكم ولا تضاكم سيدات كنا ضرب على غاها إثيوبيا بيلوني أبس أفريقيا كم وش كده إذا هذه إثيوبيا العقل قطعي برينا كي أنا هونيس يوانا أنا هونيس يا كي سنكر وين مركز لويس شاري يد هذا هو تيجي تقارن لهذا هاي لقاه بعنت بقول كل لما سنسكسوه
قرنا يكنسو ما كدخل وين بطل ولا صار يسكب عيد ما راح دوسا ما راح يحبا ما وانو سيري وعربا هم هاي عرور تانا دين تانا يلبا عرور دي بوكسي ما كدخل دادكي محايا محاوين سيكو كيانا هاي مور كتبيني كاكينا علمو ويدوسي كيانا وطولة دا جالات وحبا هم هاي بس بسسا يلانا صدر بكرسية كيانا يكدتو وجالات ولاد هاي عاو وكري دادكا عدو على صنبو لها هل حفلات مركة كماتو بريو يا ربي عرور تدوسي هذا نصنا يقول لك شوف على قصة قادم على روتا ولا كيرها تسمع كل ما أنا بشر بالجيل. تاريخ دوحة أبو عن تاي كرتين يرد كرتين ولا تقارب كتبات. ترى يكون كتبات مسح عليه كتبات ولا الشقيق يمنع يكون كتبات. بنتا صوت نوت أي تاريخ دو مشهد هو كمان كرتا مركي أي حب له. وهي أنا عن جوابين يا مركا إن اللي قف كسو إنك كمدة أدون كان الله كان إنه أدون كان عمله خليف كان مغضب وحوق أبطه فروم وطبعا لا تقولنا هذا ده كان لا تقولنا تريس عن جد جدنا أي أدون كان مش قد ما يسعدي ما أنت أراد كده على أو أراد كده على أو الضفار كده على هل جالس يقول مني وحبيب يدمن هذا المسؤول مسؤول هذا وأراد كرتية لا تقول دنت هذا دنت هذا الجودة هو صدق هذا وحنا يلا تاني كسب بدو عايز أقول أريد أقول عنك جاري وحيلا تاني على طيقة كون كورونا قاطع لا تقول أنا الله كون قاطع يلا جار كا بيش منو كده كونت كورونا خوف كا سينجل كا تري يدوب أبو شغالة ها تبغى كون سوق الشم زوي تبغى سوق الشم يلا بيحب بقول كورونا كويس كفاية من كان أي بيا بقول يكونت إسلام مركانا لعكتا يدا وقت كان وقت كورونا ولا بحنا يعني نقص صدق بروزنا مرة بحسين وين ما نور بقى كنت نيجي بقول كورونا اللي بدنا نشوفه صدق بقول صدق رجال مرة مدة كان واحد لقى ربع صدق ذي بروز لعكتي الأوروبي أنت النقطتي واحد كوب حري أنت تعال صدق بقول مرة كده ما زين هلا بسوق بتقولي وقعنا مرة أصلا يعني بحنا صدق هذا مركي الأوجادو دا عدل ماذا في وراكة في مارك تيسلا كدو أي 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 مسؤولي أمري واحد من كل هذا يا مرك ده نبضن باتلا ده نحن نبضن هل ميلا أي كدو لك تعرف هل أورو أورو كاسو هذا واحد ما له أن ورسالة من أن أدير وهاي وشوا قدام ما وضيع ويل واحد أجا مرك ومره رئيس يعني وحلاقة سوق قوي وريك كور بانه وحو يلي او جاليده يدا ايا سنه كي waxay samaysaa oo dhalinyarada xooga wada ka dhex gashay todoba sideed kan bida sanad walba waxa loo qaadaa wiil imrada nishiqa lagu dara jaliida bay saxarashka labad bilood buu soo maray isagoo wadaad oo khamiis leh buu yimid buu dadka oo dhan isaga hadda u fiican جالد وطا مرك الحلو يا معنا يا هاي دت كذا ساس حقوق وقتها إلى ثمان أرضي ثمان قف أو بقرن إسا دين تحرق حرق حماري إن أهل الدين في الإسلام كل جيو ويشعور الإسلام ك هي حج ك هي عمرة هي قيمة الإسلام كله هي أي سو أركان وسو وأنا قاطان جالد أكثر من إيدا سويس دت كذا أنا سويا وح كسي قبقتها وحن مركا أنو أن لا يعي حدين الدون إنه إن الأمم عاو هل كان عمرنا يا مرك سنة كبوري وحفلة بتو وأنت عيور تعرف شو وحوي مركز سوى وين بنجاري اللي يقول لك سوى وحن مركا لا هاي وقت وقت هذا بينا دير المرة وحن لا يقف مسؤول لا كم ذا أريد هاي سؤاله ودنتي سي ودنتي أمتي سا ودنتي نيشن كيسا ودنتي دنتي سا إن الأريتا أذن عن كعب يتعوي طلبكم من ودنا وحكي ليس مركز كرتي يرتو ضدني ما يحب يرتو من ودنا وادجاري هر مركز وادجاري دين تا ما تجا من واحد اسمه أنت صار قطع يا أنت صار كتر لنا يا
سيهاي حاجي محمود ومع سيهاي والدك وحنك عبسنا هنا عيالك بطغان عيالك وذاهيك مسيولك عيالك عدك دواق قيلة هاي ريانو عيالك قيلة دي ريا فضلا وحانا با هادا بنا قصود ويو قدومي قبين كجالية إلياس آدن وقام دون قصود ويو صعب 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 marka waxa way ururkan haduu ilaahay raado ururkan urur shakhsi uu leeyahay maahan urur qabiil uu leeyahay maahan urur cid uu leeyahay maahan haddii ururkan ka dhex Soomaaliya dhan qof kasto meeshan jooga ee magaalada lala degan Nuurlaan oo dhan waxa la yiraahdaa ururka Soomaalida Kureeliye ee Nuurlaan oo qoyiga Soomaal meel kasta deganayo oo xaq u leh ururkan wixii isaga daliihiisa ah iyo wixii Soomaalnimo in loo qabto qof walba wax dheer oo Soomaaliya inaan wax u qabanno inaan xafiisada dawladda uga garaacno waan miraan dhibkaas aan jiro alxamdulillaahi rabbil caalamiin ururkan waxyaabo badan ku guuleystay ilaa ay hadda qotol xaadirkan ururkan waa bilow inaan saldhigiisa aasaasno ilaa ay qodobada loo hargelay ilaa iyo heer aan ka gaarno kadibna qof walba Soomaali oo meeshan fadhiyo qof walba ummadan wax u qaban kara qof walba islaam ummadda Soomaaliya wax u qaban kara oo qaliil uu qoran aqalkiisu jiro uu imaanayaa waa la dooranayaa anigi walaalkay wasiir xilka xun saaneeyaha 2 sano qofkii dadka qaba xataa ka tagu wuu dhigi karaa 2 sano ilaa ay xafiis aan ka yeelano inaannu dadajinno kadibna la sidaan oo kala shir aan isku nimaadno oo haddana guddi kale aad doorataan ama dib noo doorta ama qof kale oo naga fiican oo ummada Soomaalida wax qaban kara okay waxaan hoos u galayaa warkii aan ku dheereeyay wixii aan soo qabanay warkaas aaskiis ka hadalnay ururka markii la aasaasay maalintii ugu horeysay xafladan qabsanay xafladii kadib ururka waxqabadkiisii ugu weynayd inaan muuqanno oo nala arko waddan ajnabi aan degannahay dad Soomaaliya nahay qaxooti aan ku nahay waddankan waa gar Soomaa ama shalay soo gal ama 20 sano joog ama 30 sano joog xafiiskaas markaa tagtay Soomaaliya ka tagtay waa gar Soomaa cid wax dheer ma leh marka inaannu isku xirnaano urur badan ka jira Norway oo Soomaali ay leeyihiin oo qolooyin kale ay leeyihiin oo wax qabsaday oo dadkooda wax u qabtay isku xirnaasho muhiimadu ugu weyn oo saldhigan wuxuu ahaa waa isku xirnaasho wixii Soomaaliya Soomaaliya ku ilow Soomaaliya markaa tagtay ku isticmaal laakiin inta markaan joogno halkaas qabiil aan nahay oo walaal ah ninkaas Norway xafiiskaas fadhiyo wuxuu noo arkaa inaan tahay Soomaali waxa kale aad sheegadeysana shaqadiisa ma marka si aanu arintaas u fulino oo walaalaheeni qaar aan aqoon fiican u lahayn xafiisadan iyo shuruucida loo maro ragga cusub xataa dad 10 sano joogay oo ilaahay ka cabsanaa oo xafiisadan habyada loo hababka loo maro iyo sharciyada waddanka sidii la isaga celiyo aan aqoon u lahayn urur ahaan inaan aas aasno oo odayaasha magaalada ay ka dambeeyeen dhalinyaro badan oo magaalada nala degan
dad Soomaali ah ama jaalis Soomaali ah ka qayb gala oo aan Soomaaliyeed qaada oo dawladdiisa madaxdii ilaahay oo soo la arko aad iyo aad ugu mahadsan yahay walaalayaal soo qaban qaabiyay arintaas fiiriga lagalay waqtigu uu socdaa waqtigu wixii waa nagu bilow anagoo dhan xataa dadka xilsaaray waxaan galnay meelaha ugu muhiimsan ee na taaban karto meelaha ugu muhiimsan ee na taaban karto ee arurteen iyo familkeena san u badbaadinaa ita meesha ugu muhiimsan waxay tahay baana waxaan u tagnay ururka kuwan baana arurta iyo taabilsan shiran la yeelanay aniga gudoomiyaha wasiirka iyo aniga iyo walaasheen juweeriyo oo guddi ka tirsan si fiican ula hadlaynay arrinta annaga waa isfahamnay marka waxaan ay noo ballan qaadeen in soomaalida siiba hooyooyinka inay ugu yimaadaan ay kuush qabtaan oo ay u sheegayaan shuruucda waddankan iyo isfaham annagana aan ka dhex shaqayn haduu ilaahay rabo marka ayaan ka warsugaynaa maalintii aynu dhihi doona maalintiina inay imaano urur markaas sameeyso waddankan waxa waa la isjeesgaraya urur kalaftiisa waa qof bani aadan oo meel taagan sida norwejo way qaadeen waa sida xisbiga dawladdu kale xisbiga waddanka tartamaayo kale ayaa meel laga rajisgaraya ama xataa baawurkan xataa meesha ka rajisgaraya sbrun sunal ahaa waan codsanay shuruuc oo nagu adkaatay anaga dhexdeena soomaali ahaan saan isugu maamulno marka urur la aasaasay waa inuu lahaadaa shuruuc iska dambeyn ururkaas laisaga dambeeyo iyo shuruuc shuruucda iyo wixii wax waa kasoo shaqaynay wixii aan ku dirnay ururkan aasaaskii sabaha ku dhiseynay shuruucdii afrowegian ku dardirnay wixii aan ku dirnay maanta waxaan taagan in aan nahay soomaali dowladi nuurland soomaali ilaa iyo dowlad ilaa iyo laga aqoonsay guusha ugu weyn kale aan gaarin waxay tahay gudoomiyaha waxfaad qaalin axmed wasiir ku naanisay tahay in maanta uu baarlamaanka noo fadhiyo ee gobolkan wax kastoo laga sheegaa wada magaaladan ama wadaha la dhiso ama muundaha la dhiso inuu cod ku leeyahay idinkaataas taas ilaaha ugu mahadilnaa marka waxaan hadda ka hadli doonaa marka hamiga aanu leenahay hal ku dhiraan iyo mustaqbalka wax walbaba berit iyo maanta ma soo dhamaadaa hamigii mustaqbalka aan leenahay waxay tahay intaas waa soo samaynay waa inaanu yeelanaa meel xafiis ama meel soomaaliya dhallinyaradeeni xataa hooyooyinka isugu imaadaan annagana xafiis ahaan ay noo noqoto ama dadka jiilka naga dambeeya ee ururkan sii wadi doona waa garsoomahan meel u diyaara oo dawladdu ay kula xisaabtamaan waa taqaana ishta waa inuu lahaa shaabad waa inay lahaataa meel lagu magaciisa loo soo aado ururka calaamada waa leenahay gudoomiyaha soo sameeyey waad arki doontiin waxaanu kaloo ku mashquulsannahay in ururka adress iyo meel loo soo raaca waa halkan isugula kala noo qaabilsan mar dhow website oo official oo dawladdu nool aqoonsan tahay aanu samaynayna hadduu ilahay raad meeshaasaa wixii fikradiina kasoo dhiiban kartiin su-aalna anaga weydiin kartiin aadna kaga jawaabi karna hadduu ilahay raad taasna shaqadaas waa ku jirnaa mustaqbalka hadduu ilahay raad anigi gudoomiyaha waa ballansannahay dadka kultuurka u qaabilsan aan ballansannahay arrintaas arrinta ugu horeyso ee aanu geli doonna ay noqon doontaa inaan helno xafiis ama meel yaroo kafeega uga cabno oo ummaddeenu isugu timaado aan sheekaysa intaas waa ururka wuxuu soo qabtay iyo waxa aan niyadda ku hayno midda kaleo aniga shaqsi ahaan aan dhihi lahaa gudoomiye ku-xigeen walaalayaalow adeer maxamuud nagu ka hadlay horena waa loo hadlay ilaa maalin kasta waa la hadlaa haddaydaan idinka jirin waxba ma qaban karno maanta waxaan sabuuskaasi waxaas ciidan aan sameyn maahan waxaan aniga jeebkeena iskeensaday maahan waxa wasiir keenay waa wax annaga urur ahaan isqabanqaabinay isku xirnaanay walaashan jawaariya kushiinka noogu jirto gabdho badanaa raashin loo soo sameeyey 17 gabdhood ayaa shaqadan soo galay waa
مانتو او هبين او دفري او سبوسي او نوسو سمي ايغانا كما احاني سبوسو سمي ماني سومالي جعيل انسكو حر ناشو ايو انا ميركا سو جيلو بكس انك قفك استواق دعاني بعررو اي جوك دهدو الهي مركا ولان يالو حاين كعب سنايا كي نغا مخان اي كي جوغا انسكو حر نانو قفكي هذا الكقبنا ورر كواد جوغا بدومي هواد جوغا رقا كترسن نوا ايمو ايب كاسا جرده ولانو أرنت أصحابي لنا وأنا مهسدين إيد والوار السلام عليكم ورحمة الله. رابع سنة هاي دومية حلاية جارية إياس برنامج كان هذا واجب جبر وحنو هاي لبمو وقبلين دورو. فبدأ عملك دمارين كذي وحرم لنا إيش إنه في النير أو ماشى أنا قصة من لي أو عيقلنا هي مدة إلا إذا والدك إنه كور قبعة روتيسا حتى إنه قتلك واحد برشلا يرنع كستبا برده وحرم أنا قصة دويه وحرم أنا قصة دويه برور دول قرنين أوكي ماذا إسلام سكسانتر يبلي أنا سي بلكم من تيلا لا بلكم من برور دول قرنين فرا إسلام سكولتور بلكم من But not the near folks some common hit. So that the newly at we can help them. Instead of they go till offense, it after till communal or so. So we more like an organization, sleep at we can store a season of them. Of that we can quickly use. So soon that we more ta answer show. Of there are some very big things. For the third year, you must see gratulated me and city good youth for work. The first gang, all of we Somalis ke brutre has them, or they have wist a dikan yoin we for share. But then motan they is tempte, so they ha yot ending the road use, or they are very wisty.
Norge är ett demokratiskt land. Här är den organisationsarbetet väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Till och med Norske, alla det syns att vart norrman är medlem av minst 10 organisationer. Det är genom organisationer, genom fällskap att man kan påverka myndigheterna till att göra beslutningar som går i dens befolkning. Så här är den press på myndigheterna är väldigt viktigt. Och den enkel person kan inte göra det. Det är en organisation som kan göra det. Och det är på den måten det är väldigt viktigt att det har samlat upp. Det har lagat en organisation och den organisation ska jobba för alla samman. Så först utgångspunkt är somaliskt, men också för exempel när man kommer till bistyret så man är nog till att samarbeta med alla andra. Som sagt, enkel person kan inte göra det nu. Men tillsammans, hvis vi har samlat, så då vi kan göra en stor revolution. Och inshallah, på den måten det har gjort här, det har gjort i år, så hvis det fortsätter på den måten, så då alla utlänningar kan komma ganska långt, inshallah ta'ala. Så det var Haji Mahmoud, han hade sagt en del väldigt goda punkter. Så jag började att sitta, vad är det som är viktigt här? När man firar Eid al-Bakr, så vad är nyckelord här? Den offer. Vad man kan ge avkall på, vad man kan offra nu. Här är det tradition på att Abraham, det var stora profeter. När man spår sina profeter, så det är inte någon små ting, det är det stora ting. Och Gud spurte Abraham, du må offre nu vad du har mest glad. Det var det han sa. Så han tänkte lite, så sa det kan inte vara, han kan inte vara mer glad i sin son. Så då han tänkte att offre sin son. Men Gud tänkte inte hans son. Det var en symbol. Hvis man reflekterar, det var för exempel vad profeten har gjort. De har bidrat till utveckling av människor. Att vi människor kan utveckla oss. Vi kan lära oss. Vi ska lära hur vi ska leva. Så där han bestämt att offra oss. Men Gud tänkte inte det, så blev det lag. Och konsekvens blev att Abraham var en profet som är världens första profet som begynte att se en Gud. Och alla religioner har tro på Abraham. Om det är judar, eller det är kristna, och vi muslimer, det vet vi. Så hvis vi bara fortsätter vad bror Mahmoud sa, så här är det tre punkter som är väldigt viktiga. Det är väldigt tre punkter. Att vad man gör, vad man ska göra för Guds skull. Att man ska göra nu för att göra Gud glad. Hvis vi har samma mål, att vi ska inte göra nu för oss, men för Gud, för Guds glädje, så då är det första tre. Och det andra tänk är att vi må göra vad Gud har sagt oss till att göra. Som sagt, det är offering. Och det betyder offring av både pengar, både kärlighet, både varetagelse och så mycket. Och när man har också gjort den, så tredje tänk är att Gud egentligen tänker inte. Man blir inte vara fattig av att ge andra, men man får mycket mer. Gud har sagt att vi brukar 1 krona. För mig, så jag ska bli det 10 kronor. Inte sant? Så som sagt, att när det är en reflektion på att när vi brukar eat så vi må lära att offra nu, det är en symbolisk värde att vi offrar land. Men egentligen mening är att i vanlig livet vi må ta med oss dessa värde. Tusen tack. Det är väldigt hyggligt för mig. Tack för det. Tusen tack Dul Gharnain för en hygglig tal. Nu är det inte länge till vi ska avsluta med talen. Vi har en tal till, så ska vi se en liten kort film. Där kommer det att se en far som är integrerad i Norge.
och en far som inte har integrerat och han vill inte bli integrerat. Där kommer till att se den filmen och den kommer till att gå på somalisk, men det har heldigvis tolk. En far och dottern hans. Hade du här rabbina också då var ju Gudomia Jalieda, Gudomia Ahmed Wazir, Saab Saab, så då var Wazir, så då. شكرا جزيلا. عيد مبارك. ما قوري أردنا أنها هو عيد مبارك. وحنا إلهي كبر يا عيدا عيد إذا سان يسكتنا منوع. هذا ما شاء الله وير أتانو مالنا مكتة. لا تكون تريدي سر البداية. بركة وحنا رجينا هنا. مال وين أو لوكالا. وأنا قاعلنا. هنا هلي دورنا مثلا دوكا دورة عيد الصوت. إن شاء الله تعالى. وأنا قبل قاعلنا. وأنا ما كنت أعيش أنا الحلقة. حرطة آدي آد أهمية إلا إذا هاي مدني مالا إسكو دومنا أنت. حاجي أكاد لي حاجي محمد نوشاقي وآدي آد مهم متحي. وحاد أنا قال كأننا كاننا. كل وحيد هاي مانت كل بقيرة وهاي ما هو. إن كل جيم كل بنت إسكو صوب بحرنا. أنا قوم مدرسان أنت مال إسكو نمانا. أن عيد أود بالدقنا. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك إليدي صومالدو وا فانتاستيسك وحويني سميين ما هيا ليين عدكو دي أي لهايين أي ديبتين استمراتكو دي استعمالين آد إي آد متقارنا إيشي والله وحي قبتين وحي وعيا آد إنو ليا بيين سابتين إنو ليا بيين وحكا لما هي ووحا إذيك قبتين ما فهمت خوف كستو قف مال ما تجي كرو مال لما جاري كرو هدينا لس كالمين أو لس جربسن أروح هذا ماشى أنت جي ما أنت مقام كأنت جي مجاري لهين ما تجي كرو هذا إليك سمي لهين ما هنا أنا السمي لكن هو إليك هو السمي متى سوين مركب حار الربع من دمضة إيضا إن أنا دي أدو أسقو أقول عن بسي وضنا أسقو سي دوبلارنا وهنجاري كرنا ما شعرنا وقاري كرنا هدي عن سكوت دوبلنا أو عن متى قلنا إيش عن متى ما لنا قلنا إريتريانا إيه من مالنا خلاص إسوا عن تلفون إسوا درين وحنا نحمد وحنا رأينا كل كلنا فاسمين مقالي كرنا أوكي وقبل من إسكول كم قبل مية وإيه من مال ما مال ورا حدث وحنا وحنا رأينا سمينا organization رأينا سمينا إنا قاوي ماشي عن مرتين يا بروسس كان سميدن يا اورجانيزيشن كان احد سميدن حبك او سميدن اسا او سميدن لا عاود اوكي وادد ولا او ربا اني واخ قبسدان من نفس سميستان اسكو دوبلادان واخ قبسدان ويلكم انا اوكي ولا غلي داتا او فوري او سو بيحيين برامج كان توسيي كل يا سمي هل ساعي بر وقتها ايا كو قساري عقود ان توسينا اي متقانا حبك او سو بيحيين ورقدي حتى او سو بيحيين عبا شاما ان قاتا ساو مبوهية ساو نيالا ساو درا اوكي وكو مغيين محاكا كان ايك عادفت وحكا لما عرق وحي عركين وحاو اي سكو دوبنان تا انا سكو دوبنان اي يوحيانا عان سمي سني اروكا عان سمي سني اي اركين وهي أركان سومالي دي هروك عادي وهي أركان سومالي دي يدنه وده قارتي وهي أركان إن وخلق قبتي أركان سادر تيدا إيكا نفتقو ده وكاس وين مسيرين مسيرا قلي من وادكو ودلع بليا يعني ميانا هين قفك مركو قف وناك سمييو قفك كانوا يحوج عليها وناك ينو قطيدو لكن هما مركاس سمييدو هما لقاك دايا ما هو هما هالاسكي يوم قطيدو لكن وناك والاسكي قطيدا مركا marka waxay nooga daydeen haddii noogu yimidan waxay ahayd wanaagay haddii noogu yimidan anna marka arkay in ay wanaag u yimideen ee wanaag rabaan wasoo dhaweeyay wadad walaala inay ka muuqdaan waayo
waxaan wada nahay markii la yiraahdo hal meel aan ku midaysanahay mid la yiraahdo minoriteetka waxaan nahay ku labadeena waxaan nahay minoriteet dadka tirada yar la hanay marka dadka tirada yar leh hadii iyaku ay hor u kacaan qof tirada yar hadoo hor u kaco qof kale tirada yar asla waa taageeraa guul waay hadda maanta amay guusha aan samaynay maaha dad waxaan nala qabo afgaanarka nala qabo carabta nala qabto etoobiyaanka nala qabo eritrea nala qabto intiinaba macnaha oo aan minoriteet ah aan nala qabto waxaan samaynay waxaan kaloo idiin sheegaana xataa naftigooda doorashada hadda markaan galaynay anaga hadda markaan wadnay valk kambaha dagaalka markaan doorashada u codaynayna aan dadka aruurinaynay etoobiyaanka dadkaa u tegay ka mid ahayeen naftigooda aad iyo aad u riyaaqeen dad waxaa jira qiiroona u tegay aan nahay doorashadaan ku jirnaa codkiina aad leedihiin iyo istamaratiskiina aad leedihiin dhiibta aad iyo aaday u riyaaqeen wayna yeeleen qaarkood waxay dhaheenba boostada kuwa aan kula kulmay marka aan samaynayna valkanba ayaan qola arkay boostada kula kulmay ma dheeray waxay ku jireen buuli kulturka ay ku jireen meeshaa warka markaas u sheegaan nahay doorashaas codta mugti waa una dheheen ma heshaen valkorti ase waa helna dheheen okay ma coday kartiinoo saana jirto macnaha aha idinka khiyaar leh ma xisbiga qofka lagu tilmaamo oo la yidhahdo aniga io coday ama hasamay xisbiga adiga qofka u jecel yahay kuleeda laakiin waxaad adiga sheegaya xaq u leedahay xisbigaaga adiga aad taageersan tahay waxaa u sheegaya waxa waaye valkanbaha waxa uu ku gelayo maxuu rabaa inuu ku ololeeyo ololaha oo ku soo shir tegayo hadda anaga armena baltiga xisbigayga waxa waaye waxaan sanadkan ku soo galnay valkanbaha elder umsorg oo upvaxt upvaxt oo elder umsorg labadaasay armena baltiga maanta ay ku hayeen kambeynka dagaal ay ku soo galeen golaha albaabaha markaan garaacayno walabaha moogtaha maraan baxayna dadka waxaan samayn jirna huus bisog markaan huus bisog samaynayno albaabada aan garaacno oo loo taga dadka loo sheegaayo khabadka ay samaynaydo waa adiga markaad tiraahdo qof aad ugu yeerto inuu xisbigaaga u codeeyo waa inaad tusidaa wax uu macnaha oo kuu doorto adigu kugu doorto moogtaa waxaana qabanaa inaad tiraahdo waay marka waxyaalaha hadda lagu doodayo aan keenayna waxay ahayd elder umsorg waxaa la daryeelaa dadka waayeelka ah iyo upvoxt wuxuu bala qaaday armena baltiga in haddii doorashada ay soo galaan sanadkan micnaha inay bilaabi doonto in micnaha cunug kasta oo gaaro et or inuu helo barhage plus bar engelti oo helo mataqaanaa hay-ad et or gaaro wuxuu helayaa barhage plus taas ayaad marka iyo upvoxt waxay kaloo bala qaadeen boqol macalin in la qorayo xisbiga balan qaaday iskoolada in lagu kordhinayo hundura la arare hundura niya la arare in lagu kordhinayo iskoolka waa balan qaaday armena baltiga waxaas annaga markaad fiirido wayna danaynaydaa annagoo u baahanahay in lagu kordhiyo hundura niya la arare in lagu kordhiyo iskoolada waa rabnaa waayo annaga unahay iskoolada dad minoriteeda nahay ilmahayna oo u baahanahay caawinaad dheeraada in la siiyo horta guuda kumuun alxamdulilah waxa waaye kumuunada qaar kumuunada waddanka ku yaallo kumuunada ugu wanaagsanay ka mid tahay markii la yidhaahda daryeelka ardayda iyo waxbarashadooda xaggooda markii la yidhaahdo aniga kumuun badanaan soo deganaa kumuuno badanaan soo deganaa oslo waa soo degay meelo kale kumuuno kale dhowr waa soo degay waxaan ogaaday buudu kumuun sistemka ay ahaydo kumuun haayo waa yaryahay xaddi la yidhahda xagga iskoolada xaggeeda daryeel labaatan iyo siddeed shuota maxaan kuraa stiiling gaar ay udliiska sameeyaan bat or ma fahamti marka labaatan iyo siddeed af oo kala duwan ayaa hadda ay qabaan buudu kumuun iskoolada jooga labaatan iyo siddeed af oo kala duwan oo macalimiinta afka ah ayaa macnaha buudu kumuun jooga oo intaas sanad walba ay sameeyaan ma ka helaydo kumuunada kale kumuunada kale ma jiraan oslo ma jirto meel kalaa tegay ma jirto meel kalaa tegay ma jirto meel difo waayo marka buudu kumuun macdama ay saas tahay ee daryeel u fidido iskoolada iyo ardayda haddana waxay sii ballan qaaday mar kale haddii armena baltiga uu ku guulaysto in boqol arday oo cusub oo la qori doono marka iyada naftigeeda taas guul waayo oo loo soo hoyata alxamdulilah waana ka filaynaa mataqaanaa ii sheegeen macnaha ii sheeg istiiraha in macnaha uu fuliyo mataqaanaa ballanqaadka ay sameeyeen armena baltiga saa og tihiin
waxaan waay buuda waxa la bilaabay anaba cagay ku tago u tagay waxa la hadlay niina la kulmay rectorka ula ninkii rectorka xigeenka ay waxay tiri waa maqan yahay tiri waxa jiraa tiri ingiriisku aaday safar u jiraa iyadana waxay tiri aad iyo aad cudur daartay tiri ma karo aad iyo aad laakiin ee gaarsiye tiri ma taqaan umad Soomaaliyeed guushi ay gaareena waa jeclaalahay inaan ugu hambalyeeyo laakiin hadda ma hadda aan la joogin iga gaarsiye tiri laakiin marka la saarti doona kulan iyadana laakiin maanta waxa waaye waxa wax yar ariiri na geliyay xilgaha badana xilgahana dadka caadadooda anaga xataa waa qabnaa saa ogtihiin shanta maalmood oo kale markii la qof walba uu ordo ee shaqo lagu ordaya ilmaha kii baanahaag la geenaya baanahaag lagu tuuro iskoolada loo kala diro waalidkana shaqo u kala cararaan ee maanta haddow markay soo noqdaan ee dilmihii lasoo aruuriyay hadda laisu keeno cunto la karsado la sameeyo la gebgabeeyo horaan laga dhaca waa arta waa la daalan yahay laakiin marka keliya oo gurigana laiska nadiifiyo marka qaarkii ama waalidkay ilmahan ay isku helaanba waqti waa maalinta helga marka halkaa aad u qiimo badan yahay dadku waa qiimeeyaan marka waa ka xumahay inay maanta nala joogin dadkana aan waxna xukun iyagoo noo imaan lahaa hadday jiri lahayd maalin aan maanta ahayn oo ka duwan maalmaha kale hadday ahlada loo imaan lahayn laakiin helga ay ku soo aaday awgeed ayaa saa noqotay marka waxaan yeelayaa waa soo gabagabeyna hadalkii waxaan idin leeyahay tuusan tuusan tak iskal sii baara ending adeer samar kumad haar samar gore yester iblaan sii tila tak til deere adeer kumar haar adeer kumar haar tufuro delta hus os feiringan so vi hoppa at in anandak isama an ledin vi vil kumar haar dause tuusan tuusan tak waxaan gali doonaa qaybinta raashinka gudiga cuntada qaybinaya waxaan ku codsanayaa in odayaasha laga bilaabo kadib haweenka iyo caruurta dhalinyarta ugu dambeeyaan iskaal biirna wasarabeyna maafiyo underwise soskaa iskiil ets film odayna kuma tlosee filman waxaan ku codsanayaa dadka dhammaan in qof walba booskiisa uu fadhiyo qof walba cabitaanka sanduuska xalwada fadhigiisa lagu keenaya qof walba booskiisa fadhiyo waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan intii ka qayb qaadatay xafladan ciidul adxa inay hirgasho dad badan baa ka qayb galay magacyadooda inta kuma soo koobi karo laakiin dadka ugu muhiimsan oo mataqaanaa sambuuska haddaad cunteen iyo burka xalwada waxaad macmacaankaad aragteen waxaa soo sameeyey 18 gabdhood gabdhahaas waa mahadsan yihiin kheyran allah siiyo waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo maamul jawaari oo hawshaan waqti badan iyo juhdi badan gelisay fadlan buufinkan iyo waxyaabaha quruxsan aad u jeedaan digreshinkan wanaagsan waxaa xalay sameeyey oo ilaa saqdhaxa ku gaaray gabadha magaceeda la yidhaahdo samsam xaaji oo mataqaanaa hawshan qayb libaaxle ka qaadatay yaasmiin cabdicasiis barkhadle oo ayadana qayb libaaxle ka qaadatay ilaa xalay shan saacna la joogtay raxma xasan cusmaan oo ayadana qayb libaaxle ka qaadatay ayaam maxamed cusmaan sidoo kaleeto sacdiyo maxamed cusmaan dadkaas aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo bushra axmed oo mataqaanaa martida u turjumaysay barnaamijkii intuu socday waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo bushra aabaheed oo isagana mataqaanaa qayb libaaxle ka qaatay xagga turjumidda dhammaantiin aad u mahadsantihiin ciid wanaagsan mar labaad
Eid wanaagsan
سلام يا رمان شعبت الإسلام كوردن إلى إنتوغان
waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kala salaamayaa dhammaan dadkii oo dhan Soomaaliya oo dhan waxaan tacsi u dirayaa dadkii wax ku waxyeeloobay xajka meel fiican bay ku dhinteen ilaahay u naxariisto runtii caawo kale waxaan xasuustay sheeko yar oo runtii aad waxaa la yidhi ninbaa ku nahaan jiray bakhayr kadib waxaa la yidhi rag baa waxay yidhaahdeen caawo yaa lagu beegan yahay waxaa la yidhi ninkii hebel odhan jiray ayaa lagu beegan yahay ninkaasu martii markuu timaado wuxuu odhan jiray gurigeyga wax walba way yaalaan bariis uu yaalaa baasto way taallaa wax walba way yaalaan laakiin dhibta qulay haysata wa biiraan marka rag xariifiyo ka horreeyay waxa yidhaahdeen caawo yaa lagu beegan yahay waxaa la yidhi ninkii hebel ee biiraanta ka shaqeyn jiray runtii markii loo yimid waxaa lagu yidhi waa hebel gee bal marti baan ku nihayaa ma marti soo nin bakhayr ahaayo markii loo wuxuu la soo booday gurigii wax walba u yaalaan biiraana baa haysa raguna waxay weyteen dameer afar shirkan saaran yihin waxay ku dhahdeen waxaan ka baxo dameertan afarta shirkan saarantay lagu karay suuriyada ninkii uu cararay wuxuu sameeyo garan waayey gabadhiisiio dameer halkaana hooyadana sida kala taqaano oo sida qof seexda iska dhigtay ayuu ku garacay wallaahi ka kacdu ku maxaa dhacay ma bitay wuxuu walaalisu soo beysta caawaye yaa rag biyuhoodii sitaa yimide fadhiga ka kac markaa kulley anuga ku cusubay buudo isma lahayn wax dad inta leeg baa jooga waxaan leeyahay dacaa waan isu soo geystay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum min saalix alacmaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa inta soo abaabushay dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantiin waa anigoo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak kulla caam antum bikhayr dhammaantood islaamka meel kasii jogaa aafaha caalamka waxaan leeyahay wishu very well happy ciid mubaarak maasha allah assalaamu calaykum waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo waalaal
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما كان عنك سلام يا أمد الصومالية أن عمري تهنيت أنودريا أمد الإسلام كا ميروري في جوجان أني هو حماد عبد الرحمن عامة وعن هالك عنك سلام يا إيه كيجر خرابة ديدا لما حاس كيجر يوغر سهروجا عيد وناسنا يا الله يا هاي وعن هالك تحسين أودريا أمد في جوجان في مكة المكرمة منا ولا بين يا رئيس إنه جميع سأردوس بديه، أنا من المكسر أنا وكما مكسر مالي، من ولا بيرونا، من لا إيجوان أكسن، من بابا لانكم يلا هذا سنتصر أما إحمد عبد الرحمن أما هو سواء كذا لا يبغاله بوه تركي مروي، من بس إن لا إيجوان أكسن من ولا بيسيبوتن أما مكسر مالي. بيرون منها يقولون أحسن فرحتي إذا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنتها هذا ما سنتها. جرب حبسونا وين يا شافعي وسقنا ها اليوم ذاك هاي حبينا نحسق الله بسين أبو اللي قاعدين سووا كلمة دي سووا ضاعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سلام يا أبو الصومالية ما بدك نوش الدنيا. وحن كل سلام يا صنم الكيجة لا رضى يكلون هي الدنيا ونولهم وحن وهم بل وحن وهم بلينا يا جريدة الصومالية بمرك الإسلام يو ولش أي جارين وحن كل وهم بلينا يا أحمد وسيم أو نقدر بود ستيلينج ستيلا بود وصوب عليه وحن لا يا أحمد وسيم لذلك يا سمسي هذا يقوم بلينا يا مرك لو حن تعسينا يا ومضي كل غيريون كل شيء دي مكلا المكرمة مينا دلك بركة السعودية العربية أيك وجودنا واجبات كل حاجة فحنا يا أيك يدك أيك تجمع وحن وحن هو تحسين يا مكلا أمد أيك تجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا عيد مبارك أهد بعض ما تنتهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلام يا كمان أمد الصومالية ملك استيتوغان يو رمان مسلمين تا ملك استيتوغان وحن كان تعسي وقدريا ضد مسلمين تاها وقوكي ريو الحركة وحن لي هاي إلهي جنب مردوزي هكيليو وحن كلو حل كان تعسي وقدريا أمد الصومالية وقوكي ما تيسن ملك استو وحن لي كبيرا كان حان Somalia, wahai kelahiran, ambilio leh hai, teman umat Muslim kalah leh, mubarak, kulham wahai kubil khair, wahai kelahiran kesalamia, teman, wahai kesalamia, teman, asas kaya, mil kesalam juga ni, iyal kaya, wahai kesalamia. Iya, lagi kan? Juga sama dia interview di Norwegian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muslimin kita, darahan Alkan Muhammad Islam ya, ini bukan hanya sena Islam kali ya. Kawan, buat Islam ka, khasat dengan Islam ya, sahabat keluarga ya. Dengan Islam ya Alkan, alul tiro kata, sema Alna Ilio, antara Islam ya Adam, Alkan keras. Di sana kita kali ya Adam ya Islam ya, Muhammad Islam ya. Dalam jam ayat lapan, dalam sportiga, dalam jam sportiga. Gol gol, degil degil malu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mubarak, ibu mubarak mata. Kemarin di kawan, ibu dah lesu di mata. Sila, kalau cerian le, somari ni tu masih di lapar. Masa mulai anak makan budi di dalam dore. Kami yang berhamusan dan kemana
Oh,